السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير. شوفوا الجو شوية مشمس، نشارك معكم. كتشوفوا هالدرا، كنتمنى الصورة تكون واضحة معكم. شوفوا اش هكا ولا هكا، كاينة شوية شميسة اليوم. هانتوما تبارك الله عندي الدرا، كاين هادي كاين مازال هنايا في البلاستيك. المهم انا كنت كناخد منها مرة مرة وعطاوها لي الناس، قال لي راها بلديه، هذه كانت هديه من بلديه، هديه من المغرب، الناس عندهم في البلاد ديالهم. وقالوا لي المهم هذيك الاخت سيلياكيه، وقالت لي يدي معاك الدرا. واللي حصل الحظ كنا بالطوموبيل، جبت معايا تبارك الله كانت كثيره. المهم ماشي هذا القدر، كان كثر، ولكن دابا راه عام وشي حاجه، وانا كناخذ منها اكثر من عام. كون كان شي واحد اخر غيكون سالاها، ولكن للاسف انايا حيت ما كناكلش بزاف، ما كنخلطش بها، كنخلط بها الوصفات، ولكن حيت ما كنستعملش الخبز والمسمن وهادشي بزاف للاسف. كما كتشوفوا كنظن واضح معكم، شي وحدين تقبوا. انا استشرت مع شي اخوات، صيفط لهم قلت لهم شوفوا كيفاش ولات مولات هنيت، صيفط لها قلت لها شوفوا، وفيها بحال دقيق، هانتوما بحال داك الكوز ولا الباكوز، كل واحد شنو كيقول ليه، بدا كياكل فيها ولكن ماشي كلها. انا اشنو طاح عليا، قلت غادي نشمشها مزيان، دابا راه شي 6 ايام وهي كنحطها كتشمش هكا نهار كامل كنخليها، ولكن مع ذلك قلت غادي نعزل بالوحده بوحده. السيده الاخيره قالت لي لا، واحد جوج اخوات قالت لي لا غير استعمليها طحنيها وديريها، ولكن لا انا ما عطانيش قلبي نستعملها، قلت غادي نعزلها وحده وحده. هانتوما بحال هذه، هانتوما ما فيها والو، ولكن شي وحدين كما كتشوفوها هما مطقوبين. قال لي لا حشومه تضيعيها بلديات، انا ما كنبغيش الضياع، ما عزيش عليا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. بغيت غير نوريكم، شوفوا اشنو دارت، حيت هذاك البخوش ولا الباكوز ولا شنو كيقولوا ليه كال، هانتوما بدي حتى بديت كنغربل فيها. شو كيفاش دار بحال هاد الدقيق. ايوا صافي. المهم السيده البارح قالت لي لا عرفتي شنو غديري، غسليها حيت هي مغسوله. دابا السيده اتصلت بها وقلت لها شوفي كيفاش، قالت لي لا راها مغسوله ما عندك، قالت لي غير طحنيها، حاولي تحيدي داكشي الكثير، قالت لي صافي طحنيها. ايوا واخا هكا بقيت كنتردد، ولكن واحد السيده البارح قالت لي لا غير غسليها ما تخافيش. قلت لها خفت نغسلها وتمشي الشمس، عارفه اوروبا الجو كيتبدل 100%. اذا خفت نغسلها وما نقدرش تشمش مزيان. قالت لي لا غير من في الماء، ملي غديريها في الماء راه غادي تحيد داك الدقيق اللي بحال هكا، وحتى الخاوين غيطلعوا وغيبقاو هادوك اللي ما فيهم والو المسدودين غينزلوا لتحت. التخوف اللي كان عندي، قالت لي حتى انا، قالت لي ما تشمشاتش مزيان، ودرتها في، قالت لي درتها في سميتو في الفران. اذا هاد الطريقه نقدر نديرها، داكشي علاش دابا زعمت. هانتوما كما كتشوفوا وجدت الماء، انا غادي نبدا ندير بسم الله، وغادي نجرب انا وياكم، غادي نشوف، غادي ندير في الشبكة وغادي نشوف هاد النتيجة. لما لا نشاركها معكم، تعرفوا حنا كنستعملو الدرا بزاف، وتقدر توقع علينا هاد تقدر توقع علينا هاد القضية. معرفش واش إلا وقفت هنا تبان معكم حسن ولا هنايا. المهم هانتوما كتشوفو هاهو طلع له هداك البخوش، طلع دابا باين مزيان. هانتوما غنبدا نقلب هكا صافي، وغادي نرمي الفرين، وكنتمنى غادي نصفيها ان شاء الله ونخليها تنشف هكا في الجردة، واللي ما نشفاتش غادي نديرها في سميتو في الفران. ها انتم كما كتشوفوا، شوفوا ها هما هادو اللي موكولين، ها هما طلعوا، شفتوا ها هما طلعوا كاملين صافي، غادي نرميهم، وداكشي الاخر غادي نستفو، وهذيك الساعه غادي ندير كونترول واش هادوك اللي بقاو لتحت
اللي بقاو لتحت واش هما كاملين ناشفين. نقدر نخلي هادو هنايا غير الفراخ ياكلوهم بلا ما نرميهم، كيجيو فريحات باش ناكلو ونفيدو ونستافدو. قلت لكم واحد المره واش نتوما بحالي، ولكن حتى واحد ما جاوبني، ما عقلتش مع من شاركتها. قلت لكم بحال دابا الا لحت شي خبيز شي شويه خسر ليا ولا شي حاجه بدون جلوتين، كنقول كنلوحه وكنقول بحال والدي يكون شي فريخ سيلياكي ياكلها. كما تاكس معكم هذاك الفلوخ اللي هذوك البطاط في الواد اللي قال لك ياكلوا غير الذره وهذه وهذه وهذه، ما تعطيهمش الخبز ما تعطيهمش. اذا ضحكني دابا تفكرته، اذا راه كاينين حيوانات سيلياكيين. وبصح دابا طحت عليا واحد الكتاب كيجي ديال هاد المواد بدون جلوتين ديال، المهم هو مختلف فيه كل شيء. دايرين ماكله الكلاب بدون جلوتين، اذا راه كنظن حتى الحيوانات راهم بحالنا بحالهم. هاد القضيه متاكده منها، كنت صورتها غير مع الجروبات ديالي في الواتساب، ولكن هاد القضيه راه كاينه صافي موجوده. بلقينا الكلاب والبطاط، اذا علاش غيكونوا تفريخات؟ غنحط تليفون ولا غنجيب السيلفي نشدو باش نصفي هاد الماء، وغادي نديرو كونترول واش داكشي النيت اللي بقى هو اللي مزيان. نحركها باش مزيان يطلعوا داكشي الفوقاني، هاد البخوش وهاد الشيء اللي بقى شي حاجه اخرى. غادي نخوي هاد الماء، غادي نعاود ندير ماء اخر جديد. المهم هذاك البخوش مهم 100%، هذاك الدقيق هذيك الغبره اللي دار البخوش راه غادي تمشي. دابا ولات صافيه مزيان، واخا ذكرتها يمكن راسيكم ماليها، راهم قالوا لي راه حنا غاسلينها حيت ما بقاش فيها الدواء. داكشي علاش دارت هاد، داكشي علاش دارت هاد البخوش، وكلشي نصحني قال لي ما تلوحيهاش راه ضرب البيه زوينه، حيت هنا موجوده الذره ولكن ما كنظنش غتكون بلديه مطحونه. كنمشي لها مطحونه، راني مشاركها معكم في الوصفات. المهم الخاوين دابا تقريبا مشاو، هانتوما دابا غادي ندير هاد الصفه، ومن بعد غادي نشرها هنا في الطابله، نشرها في الطابله صافي. غادي نخلي هذا بحال هكا، وغادي نوريكم المرحله الثانيه ان شاء الله. انا ساليت دابا، هانتوما كيما كتشوفوا ها هي مغسوله، المنظر تاعها زوين الحمد لله، فكرني حتى في الذكريات المغرب اش كنا صغار، الناس كي القمح ولا الشعير ولا الفرينه هكا كيغسلوها وكينشروها. ما عرفتش واش من هنا الصوره اللي واضحه معكم ولا ندور الجهه الاخرى. الشمس ها هي ورايا، المهم انا غادي نشوف هكا جا الخيال ديالي، نقرب معكم الصوره باش تشوفوا كيفاش عرفتوا راه شي 90% المهم اللي تحيد منها. دابا سهله في النقيه، تحيد منها داك الغبار داك الشيء البيض، دابا راهم واضحين صافي. مازال غنزيد نقيها ان شاء الله،
وصافي ها هي واجده. مهم باش ما تضيعش. هانتوما حطيتها زوينين بالهيه. انا ندمت وما كنت خلطت بها حتى لولادي والعائله ديالي. المهم باش ما تضيعش. صافي الحمد لله شميشه مزيان. راه ان شاء الله الا بقات غير اليوم راه صافي. دابا غادي نقلبها، نبقى كنقلبها مره صافي. وغادي نجمعها، غادي نطحنها كامله يمكن، وغادي نديرها في الفريكو. دابا غندير لها الملحه والورق الغار. السودانيه ما عنديش، انا سمعت هاصات سيدنا موسى ورق الغار او الملحه، ولا ندير لها شي بلاصه في المجمد في الفريكو ان شاء الله. كانت هذه المشاركه ديالي معكم اليوم، كنتمنى نكون فدتكم بشي حاجه ولو قليله، حيت تعرفوا حنا السيلياكيين او الناس هكا العاديين كيستعملوا الذره. كاين بزاف الناس في البوادي وهذا كيستعمل، ماشي غير البوادي، المهم الناس كيستعملوا الذره. هذيك فكره باش ما نلوحوش لا للضياع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تبخلوش علينا بالتعليقات ديالكم الزوينه، تشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء. والسلام عليكم.